طيب يعني ما شاء الله يا احمد يعني في الغنى وانت ده من البدايه خالص انت حابب الغنى. مظبوط. طيب ليه ما فكرتش انك تكمل اكتر في الغنى مثلا؟ يعني شايف ان ده حلمك وده هدفك اللي انت عايز توصل له، ليه يعني وانت ماشي في الطريق بقيت بتاخد حاجات تانية؟ هل دي برضو موهبه ولا انت برضو كنت بتسعى لها ولا جت قدامك بالصدفه؟ بص اقول لك على حاجه، هو للاسف فكره الانتاج الغنائي اصلا بقت مستحيله دلوقتي. وبقت الناس بتحاول طول الوقت ان هي في معاناه علشان تفضل موجوده، ما بقاش في شركات انتاج بالشكل الكافي، بقى كله من خلال السوشيال ميديا والمكاسب اللي من على احد المواقع. فبالتالي هو الموضوع ما بقاش بالسهوله دي. غير كده هو السوق بقى في حاله من التشبع اصلا، يعني فكره ان انت بتغني او ان انت بتقدم اغنيه مش شرط ان ده هيلاقي اصلا قبول او غير بقى ان لما بتدخل جوه الصناعه تبدا تشوف الحاجات بحجمها الحقيقي، يعني زي بالظبط مثلا التمثيل الكذا الكذا، لما تبقى جوه الصناعه بتبقى شايف التمثيل دوره ايه في العمليه كلها، فانت تبقى شايف الغنى دوره ايه في العمليه كلها. غير ان الاعلانات فيها ميزه ان هي بتطلع كل حاجه عندك، يعني انت بتعمل المزيكا وفي نفس الوقت انت مراعي ان الاعلان ده بيستهدف مين ومعمول ازاي ونوع المزيكا عامله ازاي وانت مغني باسلوب عامل ازاي. الفكره ان انت كمطرب انت بتغني بشخصيتك الشخصيه اللي انت بتقدمها، الاعلان انت طول الوقت بتلعب كاركترز. فالموضوع ممتع ولطيف وبتوصل للناس. الفويس اوفر في الاخر، يعني في اخر الاعلان او لو الاعلان كله نفس الموضوع، انت هل عايز تعمل حاجه مثلا ايموشنال فاحنا بنتكلم بتون معين علشان نوصل، ولا بعمل حاجه مهايبر عشان ابيع وهكذا. فالموضوع ممتع وبيفولفيل يور نيدز او بيرضي احتياجاتك الفنيه بشكل كامل. بس فده يمكن اللي خلاني ايه، اللي هو الغنى متوظف في الاعلانات، الفي او متوظف في الاعلانات، كله منفذ على بعض. بالظبط. هو قال كده على فكره في الاعلانات. بالظبط. بقول لك كله منفذ على بعض. بالظبط.